مسرع شخصين وإصابة 43 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق التور شرم الشيخ. خبر بيقول لقى شخصين مسرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق تور سيناء شرم الشيخ كان قادم من محافظة المنيا، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكسور، وتم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي. تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغ يفيد انقلاب أتوبيس رحلات تابع لشركة المتحدة رقم 9641 على بعد 70 كيلو من تور سيناء بالقرب من شرم الشيخ من مأسفر عن مصرع شخصين لم يتم التعرف عليهما حتى الآن وإصابة 43 آخرين. وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني والحريق لموقع الحادث، وتم نقل المصابين مستشفى شرم الشيخ الدولي. تلقي العلاج وأختلت النيابة العامة تتولى التحقيقات.